الإنسان يريدون يوجدوا نوع من التكافل الاجتماعي بحيث الإنسان يشعر بأن التقرب إلى الله ليس فقط بأن يصلي طول الليل والنهار، لا، تقرب إلى الله بأن يعول عباد الله. ولذا ورد عندنا الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله من نفع عباد الله وأدخل على أهل بيت السرور. هيك أمتنا يعلمونا.